حبك حبك على بالي. صباح الخير. صباح النور معلمتي. اعملي لي قهوتي رشا. امرك معلمتي. خلص خلص كفي شغلك انا بساويها. زيك زي الهوى غطى Good morning. أهلين. وين كنتي؟ والله يكون محل ما بدي وقيمت ما بدي وين ما بدي ما حدا إله علاقة فيه. إيه حبيبتي صح، بس اللي بيستأجر عنا لازم يروح وين ما بده بالوقت اللي بده إياه، بس كمان لازم يرجع على البيت وينام فيه لو ساعة واحدة. هاي طمني رح نام، مو ساعة واحدة رح نام لا المساء عليه كسور نوم لأنه زيك زي الهوى غطى غطى بك قلبي كوى بالنار لا عليه بالي غطى زيك زي الهوى غطى غطى شسكتي. اليوم فقت مرعوبة وعم شرعرع. خير إن شاء الله. شفت لك كابوس برعب. شفتي لي؟ لا ولو يعني شفت كابوس. الله يعطينا خيره. احكي لي لشوف. يا ستي قال أنا نايمة بأمان الله. إيه. ما بشف لك غير حيتين من هالسود الكبار على صدري وبلشوا يلفوا على رقبتي. حلو. حلو. قصدي العمى. قال أنا صرت أصرخ أصرخ وعيط عيط وما يطلع صوتي. إيه. لك وما كان حد عم يسمعني. لك طبيعي ما حدا رح يسمعك لانه ما كان عم يطلع صوتك. كملي كملي. فجأة ايه؟ ما بشوف لك غير ضبعه من هالكبار. ايه قربت علي شوي شوي. يا ويلي انا. ايه هجمت علي وبلشت تاكلي برجلي. ايه بس انا رجلي ما صارت توجعني وما نزل مني دم بنوب بنوب. ايه ولما خلصت من رجلي انتقلت على ايدي. اي رجل منهم؟ ما فهمت. اي رجل اكلت الضبعه، اليمين ولا اليسار؟ يعني قال هلا شو بتفرق؟ بعدين بفهمك. هلا احكي لي يلا. يمين يمين. المهم قربت هالضبعة من ايدي وهي بدها تبلش تاكلها. ايه ما شفت لك غير طير براسين، راس بومة وراس غراب. طار هالطير بغرفة النوم واجا وحط على راسي. ايه شو هاد؟ هاد فيلم رعب مو كابوس. وحكاني هالطير. شو قال لي؟ راس البومة قال لي انتبهي يا نوال. اها وراس الغراب؟ راس الغراب قال لي لا تنتبهي يا نوال. راس البومة قالك انتبهي يا نوال وراس الغراب قالك لا تنتبهي يا نوال. تماما. ايه حلو كتير. وشو صار بعدين؟ اجيت فايقة. ايوه ليكي برأيك شو تفسير هالكابوس؟ والله انا بشوف انه صار بدها ناقد سينمائي يجي يساعدنا. ناقد سينمائي؟ ايه طبعا صار بدنا ناقد سينمائي لانه حضرتك شايفة فيلم 3D وانيميشن مو كابوس. ما فهمت. أنا بفهمك حبيبتي. هذا الفيلم قصدي الكابوس إذا دل على شيء فهو يدل على أنه أنت عندك موهبة وعندك خيال جامح. إيه إيه وخصب كمان. عن جد؟ إيه وكتير ممكن أنه أنت تنتقلي لمرحلة الكتابة والتأليف. طيب ليكي بتتوقعي أني أنجح؟ طبعا بتوقع أنه تنجحي. طيب شو بتنصحيني؟ أنا رح أنصحي بس مو هلا لانه انا كخادمه عندي كثير واجبات لسه ما خلصوا. بخلص هون وبرجع لك. تأليف والكتابة؟ هلا معقول انا اطلع موهوبه وما حدا قدر يكتشفني غير رشا؟ ايه ومعقول ليش لا؟
هادي لنشوف. شو بتنصحيني؟ وين الجمال؟ أي جمال؟ إيش مفكرة الشغلة سايبة؟ من زمان كانت النصيحة بجمال، وأنا ما بنصحك إلا ما أشوف الجمال بعيوني. ولك تضربي ما أغلظك، من وين هلا بدي أجيب لك جمال؟ يا ستي بلا الجمال، المعاملة مع الله. شوفي يا معلمتي يا نوال، تفضلي. أنت الخيال عندك بيتوقف على نوع العشاء. ما فهمت. أنا بفهمي. إيدي على راسك، أنت مبارح شو تعشيتي؟ والله ما بتذكر، بس تعشينا سوا. مظبوط. نحن مبارح تحديدا تعشينا كوسا محشي، صح ولا لا؟ مظبوط. وبناء عليه شفتي انت هذا الكابوس اللي بينعمل فيلم رعب. تماما. فحسب نوع العشاء اللي انت بتتعشيه انت رح تشوفي الدراما اللي رح تكتبيها. كمان ما فهمت. مثلا اذا كنتي حابه تكتبي لوحه لبقع الضوء مثلا يعني. ايه بتاكلي لك علبة تون او علبة سردين مع حبة بندورة. ايه وشو كمان كمان اذا كنتي حابة تكتبي لك شي فيلم قصير بتاكلي لك عالسريع لقمتين من سندويشة قبل ما تنامي. طيب وشو بدي احط بالسندويشة؟ زيت وملح. ايوه. طيب واذا مثلا حبيت اكتب لي شي مسلسل كوميديا؟ مبينة. بتاكلي لك صحن فتوش او تبوله مع حمض كتير. حلو. طيب ومثلا اذا اجى عبالي اكتب لي شي مسلسل هيك في قصه حب وغرام وما غرام. وقتها بتاكلي لك شي اكله طيبه، حلويات مثلا، يعني بتاكلي لك صحن مدلوقه، صحن كنافه، صحن نابلسيه واللذي منه، واذا حبيتي تكتبي دراما محليه يا ستي بتاكلي حواضر. رائع. طب ليكي اخر سؤال، اذا مثلا اجى عبالي اكتب شي مسلسل هيك في اكشن وما اكشن وطلعات ونزلات وجريمه، شو بتعشى؟ بتعشي لك صحن فول مع فحل بصل وصحن مخلل. منيحه. طيب والخطوه اللي بعدها؟ يا ستي الخطوه اللي بعدها بتروحي بتنامي وبس تفيقي بتجي لعندي وبتحكي لي كابوسك اللي هو الانتاج الابداعي والفني والخيالي تبعك. منيحك معلمتي. ولك هذا الحكي يا عين عليك يا رشا. اللي عم بيصير إيجابي على فكرة، يعني هو أول خطوة، شوي شوي تتطور القصص أكثر بكثير. أوه هذا الشيء على مسؤوليتك يعني. طبعاً. يا ست نوال، يا رشا. شوفي شو بك؟ شو بكي؟ شايفك عبوس مخيف كثير مرعب، رح موت من الفزع. تعي بالك، تعي عاد احكي لنا إياه، تعي يلا. شربي مي، الله يعطيكي خير. روقي. يسلم. هدي واحكي. شو؟ هادي يا ستي. قال كنت بمكان واسع كتير حلو وكله آلات موسيقية. ايه آلات موسيقية على مد النظر بكافة الأشكال والأنواع، نفخية
وشو كنتي متعشية امبارح حضرتك؟ تعشيت شاورما. ها يلا عربي لنا يا هست رشا. بتعرفي يا كريستين، انت لازم تتوجهي للتأليف الموسيقي فورا فورا فورا. تأليف الموسيقي؟ وليش بقى؟ قبل ما اقول لك شلون، انا قايمه اكمل واجباتي واعبائي كخادمه، وبهالاثناء بتشرح لك الست نوال عن نظريه العشاء قبل النوم وعلاقتها وارتباطها باظهار المواهب الدفينه، وبعدين انا برجع بشرح لك كل شيء عن التأليف الموسيقي. شو هي نظريه العشاء قبل النوم وارتباطها باظهار المواهب الدفينه؟ النظرية هي بتتلخص بعنوان صغير. شو العنوان؟ قلي شو بتتعشى؟ بحكي لك عنه إبداعك. هلا عم تحكي عن جد ولا عم تقفلي علي؟ لا والله عن جد، وعن جد كتير كمان. هاتي لشوف. يعني حبيبتي على مبدأ قلي ماذا تتعشى أقول لك من أنت. ما فهمتي ما؟ شوفي حبيبتي، يعني مركز الكون هو شو؟ هو معدة البني آدم، فهمتي؟ يا صباح الابداع والكوابيس والمبدعين الجدد كمان. صباح النور رشا. طلع الابداع شغله معدته كثير وما انا حلوه بالمره. لا والله بالعكس، ايه ما في احلى من الابداع. يلا حبيباتي هاتوا لشوف، احكوا لي ابداعاتكم. ست نوال المايك معك تفضل. يا ستي انا شفت حالي اني بجنينه حلوه كثير، وكان في قدامي عشاء اثنين صغار قاعدين هيك على مقعد قبالي. حلو. وهالعشاء الصغار قرروا انهم يتزوجوا بالرغم من كل صعوبات وتحديات المجتمع المريض. حلو كثير. وقديش كان اعمارهم؟ يعني الصبي كان عمره شي 13 والبنت شي 11 مو اكثر. ست نوال دخلك مبارح على العشاء مو اكلتي كل صحن البقلاوة؟ وحياتك اكلتهم كلهم، ما تركت ولا وحدة. عم قول لحالي هاد عشاء مبارح جاب نتيجته وطلع معك فيلم قصير بيحكي قصة حب ومعاناة العاشقين. وانتي كريستين شو شفتي لنا بمنامك؟ هاد يا ستي شفت حالي بحقلي واسعة وحلوة كتير كتير، وكان عندي قطيع غنم ومعي ناي عم بعزف لهم عليه لهالغنمات لحن كتير 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 حلو. تمام، وشو صار بعدين؟ فجأة اجا ذئب كبير كتير هجم على الغنمات وصار ياكلهم غنمة ورا غنمة. يا لطيف، وشو ساويتي انتي؟ ما ساويت شي، ضليت اعزف واعزف واعزف، وكل ما اكل الذئب غنمه كان اللحن تبعي يحلو ويصير احزن واجمل. ممتاز. وانت شو تعشيتي امبارح؟ يا ستي تعشيت سلطه جرجير وبطاطا مطفايه بالثوم والكزبره. كريستين انت فورا بتروحي بتشتري ناي، ست نوال فورا بتقومي بتكتبي كابوسك. طيب ماشي، وبعدين شو بنساوي؟ انا بقولكم شو بتساوي، بس مو هلا، قبل لازم رتب هالبيت وانهي واجباتي كخادمة. طيبين دوقي الكبه. انا مش بتاعت الكلام ده، انا كنت كل عمري جامده لوحده غيري، ده مش تفكير امبارح والنهارده. انا مش بتاعت الكلام. يا جماعه هلا اتغدينا، شبكم؟ لك حدا بيتعشى العصر؟ بعدين شو ست نوال، كبه وما كبه، شو القصه؟ حبيبتي انا ناوي اكتب مسلسل جاسوسي من يلي بحبوا قلبك. أيوة، شو دخل الكبة بهيك نوع من المسلسلات؟
شو ست كريستين؟ الكبة بتعطي مؤثرات للمعدة، مؤثرات سسبنس وتشويق وخيانة لكن طبعا. هلا انت ليش عم تاكلي كبسة ولبن؟ لأنه أنا قررت ألف سيمفونية وبدي اللي يسمعها يطير عقله من الهدوء والريلاكس. حلو كتير. وانتي رشا ليش ما بتجي بتتعشي معنا وبتنضمي لمقائمه المؤلفين تبعتنا؟ لا حبيبتي انا بفضل نام بالعشاء. اوف ليش بقى؟ صحي رشا ليش بدك تنامي بالعشاء؟ لانه انا ضد فكره ومبدا الابداع من الاصل. وليش يا بعدي؟ والله لانه الابداع صار شغله المال وشغله. شو قصدك؟ قصدي انه كل حدا بتسالي شو عم تعمل بيقول لك انا مبدع، واذا كان هذا الحكي اذا كان مغرور، اما اذا كان متواضع بيقول لك انا فلا حبيبتي خليني نام بالعشاء واترك الابداع لغيري. ايه يا ابو حنين حبيبي، ليك الطلبيه يا روحي. الو خشب. مرحبا. لا بس خشب زان. شلونك؟ 120 متر. بكره الساعه 120. عندي 130 متر. ايه الساعه 12 تفضل شوف تكون عندي. وين راحتها؟ عطنا استاذ الكاسي بعد اذنك. ايه تفضل حبيبي. شكرا. الكاس ما الكاس اه الكاسي عطنا. لا هونك هونك. ايه عفوا عفوا. ايه وعفوا حيت ما عم بحكي معك. ايه حبيبي. لا عم ناوله الكاسي. ايه عم باخذ منفضه. ايه ايه حبيبي بكره 12 كان يا عيني يا ابو حنين. شكرا. خشب زان 120 متر. الله يرضى عليك. خشب ام دي اف 130 ل 150 متر. 150 متر بتجيب لي معك قماش. بتجيب خشب استاذ 100 بدنا 150. 150 ايه جيب. يلا بلغت. اوكي استوديو بول قد ايه؟ سبعة استوديو بول سبعة. ماشي ماشي يا ابو حنين حبيبي. الو ايه بعتك الفاتورة مع حسام. بكره الساعة 8 يا عيني. الله معك. الله معك. خلص خلص قرب له لحسام يروح لعنده. بحكي مع ساسا. الله معك حبيبي. مع بكره 8 بكون فان عندك بتجيبي راكوراتك الثلاثة بدل والقميص الملام. شكرا لك مدام لا تنسي بدون تأخير. الله يرضى عليك. الله معك. ايه حسام الله يرضى عليك بتروح لعند ابو حنين. خلص مصاري تعطيه مشان الخشب. ايه حاسبه لا تعطيه كل المصاري لا اعطيه سلفة بس. استاذ مصهر جيبي وصل من عنده. مع السلامة. شلونك؟ مع السلامة. الله معك. مع السلامة. لا شلونك؟ الله يسلمك حبيبي. شلون امورك؟ استاذ نحن بدنا اياك بكره معناتها انا على 7:30 خلينا تكون موجود مشان بلكي نشرب قهوة نحن وياك والاستاذ ساهر قبل التصوير. اقمشة. ايه 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 مين هو بس؟ استاذ مصهر. اه سلم لي عليه. الله يسلم بيسلم عليك الاستاذ ساهر. شلون؟ ستان. بس تخلص إذاعة ستان خلص أنت ستان الإذاعة. خلص الإذاعة وبعدين كتان آه عندك دولاج كتان 1200 دولاج. أيوة. وبعدين متر. الله يسامحك يا أستاذ مصعب معقول يعني هذا اللي أنت ما بتلبكني بس أنا بس. كمان سفر على المغرب بعدين طقم وقبل في نهاري مجاميع مشاهد طقم سفاري كم كحلي. طب السفاري على المغرب ايه؟ قصدي السفر على المغرب. يا استاذ مصعب الله العظيم عم يخططني استاذ ساير انا اسف. ايه والله هيك ورقه هيك 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 في مشكله عندي انا في مشكله عندي. خير مشكله شو؟ طيب هلا بحكي مع الاستاذ ساير. بحكي مع الاستاذ ساير وبنسئلك. سلم لي عليه. بسلم عليك استاذ ساير. بحبه والله العظيم بحبه. بحبك يعني استاذ ساير بحبك الله يخليك. ولا يهمك انا بنسئلك محلوله عندي. لك شو المشكله؟ باي باي. شو مشكلة؟ والله ورطة يا استاذ. ورطة شو؟ الاستاذ مصهر بكره عنده الصبح اذاعه، ايه؟ بعدها دوبلاج، بعدين اربع مشاهد مجاميع نهاري، ولسه مسويات عنده سفر على المغرب. ايه الله يرزقه، الله يوفقه، شو نعمل له؟ يتيسر. الله يوفقه ويرزقه، بس ايه؟ بكره عندي شغل بدي اياه بكره كل النهار انا يا استاذ. اه عنا بالمسلسل؟ لك انا. ايوه، نسق له، زبط له. استاذ ما بيتنسق له كل النهار ومرتبط بكره. اخي يعني ما بده شيء، شو عنده؟ عيد شو عنده؟ اذاعه. دوبلاج. دوبلاج. أربع مشاهد مجاميع نهاري. أربع مشاهد مجاميع نهاري. وعنده سفرة على المغرب. وسفرة على المغرب. شلون بدي مسأله يا أستاذ؟ تفشوا لقدام شي أربع خمس ساعات. والله إذا بدفشوا خمس أمتار راح يمشي الحال معي. أخي اعمل يا هو الصبح عندهم أو الصبح عندنا أو العكس. أستاذ شو ما تفهم علي يا أستاذ سهر الله يرضى عليك. رح نسق له نسق له ظبط له وضعه. ما بتنسق أستاذ كل النهار مرتبط لازم. بكره فركش. لا أصدر. الله يرضى عليك أستاذ أوعى. استاذ اقتلني 100 كف ولا تقلي فركش بدنا نخلص الله يسترك بدنا نخلص من هالعمل بقى. شو نعمل؟ شو نساوي؟ والله ما بعرف الحل عندك يا استاذ. محلوله. محلوله؟ ايه شلون محلوله؟ محلوله وبكل بساطه. شلون استاذ؟
مسك الهاتف لقلك. دق له. خذ منه إله لأبو عبدو. خذ منه أرقام كل مدراء الإنتاج اللي عم يشتغل معهم. يلا يلا. ألو؟ مرحبا أبو عبدو. شلون أستاذ مصر؟ ما حفظ الألقاب نحن خويي. وين المطعم سفاري؟ بدي السفاري تبع الإذاعة. طعم سفاري. مخرج الإذاعة بشتغل معه شو رقمه؟ سفاري هذا بيجي كنو سكيل. طيب لا بعرفه سلمني عليه كثير. مشان الدوبلاج معي استوديو؟ أنا أحد الرقم لو سمحت. نمر 45 صفر 9 44 47 48 45 20 جوز. أوكي. المدير بتاعك بتشتغل معه طبعا 35 جوز 35 تبع الجوز تبع المشاهد النهاري. شو رقم مدير بتاعك؟ 47 كم واحد؟ بعرفه سلمني عليه كثير سلمني عليه كثير 47 كم واحد؟ عندنا ثلاث أموال بس البركة. طيب بدي جماعه عم تشتغل معهم بالمغرب، بدي حدا من طرف انتاجي من عندهم مشان حكيهم على المغرب. ايوه يا حسام. صفر يا حبيبي. زين من السبعه وصلت لعند الحنين. ايه مثل ما قلت لك تعطي الحساب كله. طب لا تعطي الحساب. هدول اللي نمر رجليهم 47 كم واحد؟ اهلا استاذ مصر. اهلا. خمسه هدول. ايه هدول تبعت اللي بياخذوا. ايه مشان. طيب ماشي خمسه جوز. لا لك ما خمسه قشطه وجوز لسه انت لك مو فطاير عمو لك روح الله معك مع السلامه. عم شو دب هذا استاذ؟ هي الارقام كلها تبع كل شيء عم يشتغل معهم الاذاعه والدوبلاج والمشاهد وسفره المغرب. جبت الارقام؟ جبت الارقام. محلوله. شلون محلوله؟ عيط لي على سهى استاذ زمشان الشاي ليك الكاس. عيط لي على سهى ولا عيط لي عليها يا سهى. كمان سهى. كمان سهى. شو يا استاذ؟ اجتماع. أنا؟ اجتماع؟ مظهر أبو عبدو إذاعة دوبلاج أربع ساعات عمل مجاميع. نعم. سفر على المغرب. نعم. الساعة 8 مساء. نعم. أرقام مدراء الإنتاج هاي مظبوط. عندك استاذ عندك بدق لهم كلهم وبتقول لهم انه انا مدير اعماله الشخصي والسيد مظهر ابو عبدو اعتذر عن كل الاعمال. ايوه هاي الشغله بدها ذكاء. الشباب بيضلوا ورا البنت وبيضلوا بيزنوا عليها لحتى ياخذوا اللي بدهم يعملوا. بس والله انا بحبها لحموده وما كنت متوقعه هيك يساوي ابدا ولا فكرت بيوم من الايام انه هو هيك. ايه وكيف هربت من البيت؟ الحمد لله طلعت من البيت. لك الوردات شو صار فيهم؟ لك حدي؟ لك معقولة عم تسألي على الوردات؟ لك ايه مو انت جبتي الوردات لأمه وأمه ما طلعت بالبيت؟ بقى ليش ما جبتي الوردات معك؟ ايه والله لا تواخذيني نسيت جبت لك الوردات. لك مو هيك قصدي بس انه ضربتين على الراس بوجهه. قصدك ثلاث ضربات على الراس بوجهه ما هيك؟ ايه والله معك حق بس الحمد لله قدرتي تهربي منه وما سوى لك شيء. يا والله يا حدي شو طلع حقي روات يا حمودة والله ما توقعت منه هالشي. لك يا أبر قلبي يا أبر قلبي وما توقعت هالشي. شو كنتي متوقعة منه؟ شو كنتي متوقعة؟ الواحد منهم بلف وبدور بلف وبدور وآخر شي بياخد بنت البيت يلي ما بس تمها غير إمها. خلصنا حدي. طبعا بدك تهربي مني مشان ما تسمعي كلامي رغم انك بتعرفي انه كلامي مزبوط. لكن انت عم بتقدمي تنازلات بس مشان يجي حمولة ويخطبك
رغم انك انتي ما لازم تقدمي هاي التنازلات، لازم هو من حاله يجي ويخطبك لانه بيحبك. بس يا عيب الشوم عليكي، انا عم بحكي هذا الحكي مشان تاخدي احتياطاتك، مشان تطلعي باقل خسائر ممكنة. لك حده؟ لك شو هي اقل خسائر ممكنة؟ شو نحن بحرق؟ لك اللي بيني وبين حبوده اكبر من هيك بكتير. لك مش راح حبه ارتباط، كان رح يأدي لزواج حده. لا يا ستي حرب، لازم تعتبريها حرب، لازم انتي ما تقدمي تنازلات ابدا. هو لو بحبك كان اجا وتزوجك. يا ستي خلينا نقول انه ما اجا وتزوجك، اتعرف عليكي بس شوي شوي، بتليفون بعتلك غنيه، اخذك على مطعم، اخذك مشوار، اتعرف عليكي منيح، عرف انك انتي ام ولاده وحبيبه قلبه ورح تكوني مرته طول العمر. مو هيك بياخدك على بيت انت وياه لحالكن والشيطان تالتكن؟ بس معلش لازم تتعلمي درس من هذا الشيء. انت مانك صغيره، يلي عم بيقوله لازم تسمعي منيح منيح. تركتوا بعض هلا مو غير وقت. حبيبتي انا اللي عم بقوله من مصلحتك، لازم تفكري انه انت 100,000 شاب بيتمناكي. طب اعطيني واحد من الالف، بس انا بدي حبودي. لا تخافي، تعيس الحظ جايه جايه، بس انتي لازم تعرفي تتصرفي مع الشباب، يعني الشباب كلهم هيك ملعبين، بيختبروا البنت، ممكن يبعثوا لها شاب ليحكي معها ويشوفوا اذا بترد على هذا الشاب او لا. الشاب عنا بضل شرقي قد ما وحالك انه فري وانه هو ما بتفرق معه، هو بده بنت البيت المؤدبة المرتبة، وانتي من معاملتك بتجذبي الشاب لعندك، يعني الكلمة الحلوة بتطلع الحية من وكرة. فهمتي علي كيف؟ ما فهمتي، نشف حلقي وما كنتي تفهمي وبردت القهوة. هلا انا نشفت لك ريقي؟ صار لك ساعتين عم تزدني فوقي، دو 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 دو، انت اللي وجعتي لي راسي. طيب ماشي، تعرفي ذكرتيني باخوها لرفيقتي وكيف تزوج. ليش كمان كانت تاني حلم؟ مجرد حبيبته قبل الزواج؟ يا ريت. بدك تطولي بالك علي شوي. ماشي، شو بدي اعمل؟ رح طول بالي عليكي لانك طالعه من علاقه حب فاشله. شو قصدك حده؟ عم تتمسخري؟ يي علينا، لا ما عم بتمسخر، خلص عم بمزح معك. ممكن ما تمزحي معي بهي المواضيع، وخاصه بموضوع حموده. ممكن، ليش مو ممكن؟ نعم شو حقير وواجي، وعامل لي بلوك كمان بعد كل شي ساويته، وهي احلى بلوك لعلمك. شو جنيتي؟ تخيلي حده عامل لي بلوك على الواتساب. ايه وبالناقص حده ما بدك تكفي لي القصه. هذا يا ستي كان في شب اخو رفيقتي بالجامعه، كنت سنة أولى، كان يوصلها على الجامعة، بس شو شب بشل إدمانه حلو. هلا أنا حبيته مو إنه ما حبيته، بس ما عرفت شو بدي ساوي وقتها. وشو ساويتي؟ يعني حاولت أتقرب من أخته، صرت روح لعندها، أقعد درسها لأنه هي كتير كانت كسلانة. المهم كنت أعرف إمتى كان يكون موجود بالبيت وروح لعندهم شوفه ويشوفني. وما حست عليكي انك كنت تروحي لعندهم كرماله؟ هلا اول شيء ما بعرف اذا حس او لا، بس بعدين ما قال لي انه بحبني. لكان؟ ما بعرف، اجا وقت وسافر فيه، وانا ضليت روح لعند رفيقتي مو انه قطعتها، قلت لحالي بركي بيجي يوم بيرجع من السفر بشوفه وبيشوفني، بس طولت هالمده وما عرفت شو بدي ساوي. حسيت العالم انه اشتلقت علي، قمت بطلت روح لعندها، قلت لحالي عيب عليكي يا بنت، بكره الناس بتحكي عليكي. لحتى اجى وقت واجى على الجامعه يوصل اخته، نطر اخته لحتى فاتت على الجامعه ونادى لي. قلي عليكي يا حدة شو قويه. لما نادالي رحت لعنده وسلمت عليه، بس ما حسسته بشي، قال لي حابب اشرب معك فنجان قهوه. وقبلت عزيمته، احنا قعدنا بكافيتيريا
أول ما قعدنا كنت عم بتطمن على أخباره، قام قال لي إنه تزوج. لأ؟ أنا وقتها إذا بتغزي فيني دبوس ما بتطلع نقطة دم، بس ما حسسته بهذا الشيء. يا لي يا ليكي. لكان حبيبتي بدك إياه يقول عني إني كنت بحبه وما أخذته مع فشرة عينه. وبعدين شو صار؟ لا قبلي حكى لي كيف إنه لما سافر علقته بنت وضلت وراه لزقاني فيه، يوصل من المطار يلاقيه عم تستناه بالمطار، رفقاته يعزموه على المطعم يروح يلاقيه قاعدة هنيك، وقالت له بدك تتزوجني ورح ضل وراك لحتى تتزوجني. مو بس هيك، بيوم من الأيام راحت لعنده قالت له أنا حكيت لأمي عنك وأهلي حابين يتعرفوا عليك. عم قال لها بس أنا ما بدي روح لعنكم. قالت له مو على كيفك، أهلي عم يستنوه. قال لحاله ايه طيب بروح بتغدى عنده، وراح تغدى عنده. بس شو هي ضلت لزقاني فيه. وشو صار؟ يا ستي ما انتي ضلت لزقاني فيه لحتى قالت له بدك تجي تخطبني وغصبن عنك. وقال يا حبيبتي انا ما بحبك وما بدي اخطبك. قالت له انا مصرة والله بقتل حالي. قام قال له طيب بروح بخطبك بس ما بجيب اهلي لحتى اتاكد انك بدك تكوني مرتي. لا شو قوية هالبنت. ايه طبعا ما اقواها وتزوجته، بس مو هون القصة. القصة انه يا ريتها ما تزوجته، لانه ضل يهتها انه انت ركضتي وراي وانت كان بدك ياني. لك شو ما قالت له شو ما حكت له الا انت اللي لحقتيني، حتى بعد ما صار عندهم صبي. اوف لهالدرجة؟ ايه لهالدرجة. هذا اللي بعرفه انا، واللي ما بعرفه الله اعلم. بقى حبيبتي خليكي عم بتدخني وتشربي قهوة وتعيشي دور الضحية احسن لك صدقيني. هيك قولتك؟ ايه هيك قولتي. يا حبيبتي والله ما بعرف كيف بدي افتح معه الحديث. لك اوكي يعني هو رفيقي وغالي علي، بس انت كمان اخته، مو عارف كيف بدي حدسه بالسيرة. لك بعرف 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 انه بعزني، بس كمان لك بعرف كل هذا الحكي، بس كمان هاي خطبة يعني ما بعرف شو بدي اقله. يلا ستي الله يستر. اوكي باي. يا حبيبتي والله ما بعرف كيف بدي افتح معه الحديث. لك شبهك يعني هو رفيقي وانتي اخته بالنهاية؟ لك مو عارف كيف بدي افتح معه الموضوع. لك بعرف انه بيعزني، بس انا كمان هي خطبة، يعني ما بعرف شو بدي اقله. انا متلبة على وقت مزحك كل مشبك عشان ما تتلبك. تقبلني انا خلاص لكن رح شوفه ورح شوف كيف هيك رح أحبك الحبكة ولمح له بداية لك يقبشني. لك خلاص لا تضايقيني وخليني أعصب هلأ وانت تتضايق ونكره بعض هلأ. خلاص سكري تقبري ماشي، بحبك كتير أنا، تسكري دايما هذا الكلام ماشي يقبشني. يلا باي عملي باي باي. كيفك؟ أهلين يا أخي نبيل. كيفك؟ خليلي ياك حبيبي وصديقي نبيل. خليلي ياك والله يا نبيل، أنت بمثابة أخ لي بتعرف هذا الشيء. صب لك أنت بتعرف أنا ما بشعر بالطمأنينية والحب والحنان إلا معك، وقت بقعد معك وبحكي معك. على عيني أنت أخ وغالي وحبيبي ورفيقي وصديقي. صبيت لي متى فورا؟ كتير مشتاق لي أصبح أنت. كتير كتير أكثر مما بتتخيل. يا عيني علي، يا عيني على الصداقة، يا عيني ظريفة.
شو بتخبرنا فيه؟ شو فيه؟ كأنه في حكي تحت لسانك. انت سبقتني، يعني كنت يسألك نفس السؤال، تحت عيونك في شيء هيك عم يحكي. لا انت شو قول؟ يلا سمعنا. والله ما في شيء، انا قول سمعنا. ما في شيء، مشتاق لك كثير بس انا هيك. بس عفوا. الو، ايه اهلين. لا والله لسا ما حكيت شيء. لا ما صار الوقت المناسب. لا ان شاء الله الامور خير. ايه الله معك. الله معك. باي. اهلين باخي. عفوا والله انا كمان بدي رد. الو، بيع الغاز؟ بيع الغاز؟ لهلا ما اجا، ليكو هلا اجا. لا لسا ما حكيته. لبيع الغاز ما حكيته لسا. منتظر الفرصة المناسبة لحتى حاكي. طيب طيب. الله معك. الله معك. الله معك حبيبي. باي باي. أهلين بأخي نبيه. أهلين بأخي نبيه. نبيه نبيه. كتير حلوين نحن. كتير أصدقاء. الحمد لله. أخي نبيل. أمرني يا أخي نبيل. معي أمر عليك صالح. كنت بدي أخذ رأيك بقصة. أكيد تفضل. بصراحة يعني في شغلة شغلت لي بالي، ومن كتر ما مشغول بالي حاس حالي بانشغال دائم. فقلت يا ولد يعني لازم استشيرك وأخذ رأيك. ضروري. هلا في رفيقي حابب اخته لرفيقه. حلو. يعني وهن رفقه كمان، فهمت علي؟ يعني رفيقي حابب اخته لرفيقي. حلو، بتصير. ما يعني شايف فيها اي مشكله. يا عيني عليك، بتصير مو طبيعي. ايه بس مو هون القصه. هو جايك بالحكي. هو رفيقي بده يحكي مع اخوه، يعني مع رفيقه، يعني فهمت علي؟ بس خجلان وخايف من ردة فعله. لا لا يا خجل، هو نيته شريفة او طبعا ده. طبعا شريفة. هو بيطلع مع مشاوير شي بدون علم اخوه. يعني لابد من كم مشوار لحتى يتعرفوا على بعض. اعوذ بالله. اوعى يعني اوعى. اكيد ما هو نيته الخيانة او نيته انه يعمل اي شيء، فهمت علي؟ يعني هو طلع مع كم مشوار، حكى مع كم تليفون بس. حلو، يروح لعند اخوه ويدج دج، يعني ما بده مستحل قصة. ايه هو ناوي بس هو خايفان من ردة الفعل تبعيته. طيب هو طالع معها مشاوير. قلت لك طالع معها مشاوير. مشاوير وحاكي مع كم تليفون بس. والله العظيم بحبها للمخلوق ونيته شريفة. يعني واللي يروح يدخل من الباب بس بتعرف هلا بقى العولمة وهذا الجيل، يعني اكيد بدي تعرف عليها شوي. مقتنع انت بهذا الكلام؟ بتصير مو شو عرين ثلاثة. يطلع بلعك على بلعه. يطلع بلعك على بلعه. بتعرف ما تكون اختي بتطلع مع رفيقي مشوار او مشوارين بدون ما تقلي؟ بشرط شرط انا للشاب رفيقي، مو يكون اخي، يكون من عظام رقبتي. انا بشرط شرط. ليك ملا كلام ليه؟ على رفيقه قال له لرفيقك ما بده هيك صغار. اهلين اخي نبيه. اهلين اخي نبيه. خيو كمان أنا في عندي قصة بدي خبرك ياها وآخذ رأيك فيها. خير. رفيقي كمان رايح يجيب أغراض لأمه بسو، شاف بنت أعجب فيها بكل أدب وأخلاق ونية صافية، تمام. أخذ راما وبلش يحاكيها، يتحدث هو وياها. ترى بتطلع هاي مين؟ مين؟ اخت رفيقه. عادي بيصير بيصير، لما كل العالم بيحبوا بعض بالشارع. مو هيك؟ عادي يعني عادي. شو لك؟ بس لما طلع هو وياها كم مشوار، صار يحكي معها تليفونات، عرف انه هي اخت رفيقه. ايه.
هو ندم للصراحة، الله وكيلك ندم، بس هو نيته شريفة، وقرر فورا يحكي مع أخوها، يعني رفيقه. شو رأيك أنت بالقصة؟ قلت لي طلعوا كم مشوار وحكوا تليفونات لشبعوا، بعدين اكتشف إنه هي أخت رفيقه. الله وكيلك ما كنت بعرف، قصدي ما كان بيعرف. إن شاء الله بيجي فالش ما بيعرف من وين. لك هذا لو في براسه زرة شرف وناموس، كان سأل عن أهله قبل ما يحكي معه كلمة. إيه بس هو ما متبسبسة. نيته شريفة. شريفة؟ لك وبعد ما طلع وفات وحكى، لك يخرب بيته، لك ما عاد يطلع معي الحكي. يعني هو لك إلا رفيقه ضرب تخلع رقبته. والله ما يكون صاير هيك بين رفيقي واختي، لأسلخن وعلقن بالشارع هو وياها. سلخ؟ لا حرام. شو ها؟ الو، ايه حبيبتي؟ حكيت معه، ما في نصيب، القصة فيها شرط، بحبك. ايه حكيته؟ انسى الموضوع. عن فلخ هذا الموضوع كتير كبير، خلص عم قلك ما في نصيب. الله معك. أهلين بأخي نبيل. أهلين أخي.